حياكم الله مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في صدى اقلام جديد من الرافدين، نرصد فيه ابرز ما كتب في الصحف العراقيه والدوليه ونبدا باهم العناوين. من المدى البدايه، اربعه فصائل شبحيه تهاجم المنطقه الخضراء والمطارات والمقار العسكريه. في صحيفه الزمن، محافظ ذي قار يتعهد المتظاهرين بتغيير جميع المديرين المتحزبين والفاسدين. من عربي 21 نقرأ، استنكار فلسطيني لمحاولة تغيير هوية مخيم اليرموك. نطالع في القدس العربي، بايدن يعلن نيته وقف حظر السفر من دول عربية وتعليم الإسلام بالمدارس الأمريكية. في الشرق الأوسط، نتائج مبشرة لعلاج كورونا قائم على بروتين ينتجه الجسم. أما في العرب اللندنية، فخيبة أمل إيرانية بسبب تغير المزاج العراقي تجاه العلاقة مع طهران. أخيرا في العناوين، في موقع الترا عراق، الفيروس القاتل يستمر بحصد أرواح العراقيين. عطلت إيران طوال عقد أي تقارب عراقي، سواء أكان مع السعودية أم مع جيرانه العرب، خصوصا بعد أن نجحت في أن تكون اللاعب الأبرز وربما الوحيد في الساحة العراقية. ولدى إيران تخوف أكبر من دخول منافس بحجم السعودية لها في العراق، ليس على الصعيد الاقتصادي فحسب، وإنما أيضا على الصعيد السياسي. على الرغم من ذلك، فلدى مصطفى الكاظمي فرصة قد لا تتكرر لغيره في محاولة إيجاد أرضية مشتركة يمكن أن ينطلق منها في تعامله مع مشكلات الجارين اللدودين السعودية وإيران. فالدولتان تعيشان على وقع أزمات داخلية وخارجية يمكن أن تفتح للعراق مساحة للمناورة إن أحسن الكاظمي وفريقه قراءتها جيدا. هذا ما جاء في مقال للكاتب إياد الدليمي في صحيفة العربي الجديد. تدرك إيران جيدا أن الكاظمي ربما يبدو فرصة أخيرة للإبقاء على العملية السياسية في العراق، وهو خيار وإن كان مرا بالنسبة لبعض صقورها، إلا أنه أفضل من انهيار تام لمنظومة العملية السياسية في العراق وما قد تجلبه لها من فقدان جزء كبير من نفوذها في العراق. ولكن هذا لا يمنع من أن إيران العارفة بخفايا الواقع العراقي ستقاوم الرغبة السعودية بالدخول على الخط العراقي، أو على الأقل تحسين شروطها للدخول. ولعل واحدا من بين تلك الشروط أن تلعب السعودية دورا في تهدئة الوضع المتفجر في المنطقة، خصوصا في أعقاب التفجيرات التي طاولت عدة مواقع إيرانية، ويعتقد أن إسرائيل تقف خلفها. يبدو أن الكاظمي في مهمة انتحارية بين داخل متفجر يعاني من وقائع موت يومية معلنة وغير معلنة يتصدره التحدي الكبير في مواجهة الميليشيات التي تمثل دولة داخل الدولة العراقية، وبين صراعات دول المنطقة والتي غالبا ما يجد العراق نفسه محشورا في زاويتها الضيقة، وهو الذي يعيش ضعفا سياسيا لم يعهده العراق من قبل. مع ذلك لا يبدو أن مهمة الكاظمي مستحيلة، فهو اليوم يمتلك دعما شعبيا قلما حظي به رئيس حكومة عراقية منذ عام 2003، ناهيك عن دعم دولي يجد فيه فرصة لإخراج العراق من أزماته المتلاحقة، كما أن فرصته تتمثل أيضا بدول جوار باتت هي الأخرى تعاني من أزمات داخلية وخارجية، وخصوصا فيما يتعلق بالسعودية وإيران. على الكاظمي أن يقرأ اللحظة بطريقة واقعية واعية، وأن يسعى إلى تكوين رؤية عراقية للاستفادة من أزمات الآخرين، ولا سيما قبيل زيارته واشنطن عقب عيد الأضحى. تتحدد في هذه الزيارة تفاصيل كثيرة في الخطوة العراقية المقبلة، سواء بما يتعلق بالداخل أم بالعلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران والسعودية.
كشفت مصادر دبلوماسية في بغداد عن أن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأخيرة إلى العراق لم تحقق النتائج التي كانت ترجوها إيران. فقد زار ظريف بغداد الأحد لنحو 10 ساعات. التقى في هذه الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف الفتح هادي العامري قبل أن ينتقل إلى أربيل للقاء كبار المسؤولين في كردستان العراق. هذا ما جاء في تقرير لصحيفة العرب اللندنية فلنتابع. تفصل المصادر في المطالب التي حملها ظريف إلى بغداد بالقول إن الأول هو عمل العراق على تخفيف حدة الأزمة بين طهران وواشنطن ومحاولة إقناع الولايات المتحدة بتخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني بشدة في مواجهة جائحة كورونا. والطلب الإيراني الثاني وفقا للمصادر هو تبني الكاظمي وساطة حقيقية بين إيران والسعودية تمهيداً لتسوية خلافاتهما في المنطقة. وتضيف المصادر أن طلب ظريف الثالث من الكاظمي هو تخفيف القيود التي فرضها العراق مؤخراً على منافذه الحدودية مع إيران لتسهيل دخول البضائع الإيرانية إلى السوق العراقية. ومنذ تضييق الولايات المتحدة الخناق على إيران بسبب ملفها النووي تحول العراق إلى رئة للاقتصاد الإيراني، ويقول خبراء إن ما يحدث في المنافذ الحدودية بين العراق وإيران ليس تبادلاً تجارياً، إنما تصدير من طرف واحد، حيث تستورد بغداد كل ما تريد طهران بيعه. وتؤكد المصادر الدبلوماسية أن الكاظمي كان منفتحاً على سماع المطالب التي يحملها ظريف، وتوضح أن الكاظمي ألمح خلال حديثه مع ظريف إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة والحد من التوترات وتجنب الاستفزازات، في إشارة إلى السلوك الإيراني السلبي في العراق، حيث تدعم طهران ميليشيات محلية تتحدى الدولة وأجهزتها الرسمية. وتستند المصادر إلى حقيقة أن ظريف تحدث بعمومية عن زيارة الكاظمي المرتقبة إلى إيران من دون أن يحدد موعدها، مكتفيا بالقول إنها ستحدث. ذكر الكاتب علي حسين في صحيفة المدى: أخبرنا حزب الدعوة متفضلا وفي بيان ثوري جديد بأن التمييز في مؤسسات الدولة لا على أساس المحاصصة والانتماء السياسية يستحق التوقف والمراجعة منعا لاستفحالها، لأنها من دون شك مشروع يهدد مؤسسات الدولة. لا يوجد عراقي واحد لا يتمنى أن يكون ما أعلنه حزب الدعوة نوعا من أنواع الحقيقة، ولم يكن هناك عراقي واحد أيضا لم يحلم بأن يكون اعتذار حزب الدعوة عن سيطرته على الهيئات المستقلة واقعا وحقيقة. حزب الدعوة الذي تسلم السلطة في العراق منذ عام 2005 وسلمها بطلعان الروح عام 2018، استولى خلالها على معظم مؤسسات الدولة وابتلع الهيئات المستقلة. اكتشف اليوم أن هناك نفراً ضالاً في حكومة الكاظمي يريد أن يأخذ هذا الحق التاريخي من الحزب، وأن حكومة الكاظمي تريد وبدعم من الإمبريالية تخريب الإنجازات الكبيرة التي حققها الحزب في مجال التربية والتعليم، والتي ازدهرت على يد البروفيسور خضير الخزاعي والعلامة علي الأديب. فالحزب وفي بيان وصف بالغاضب طالب رئيس الوزراء بأن يتخذ موقفا للحد من هذه التصرفات المريبة في بعض المؤسسات والوزارات، تفاديا لانقسام سياسي واجتماعي ينذر بالخطر. نقرأ بيان حزب الدعوة عن ضرورة رفض المحاصصة بكل ألوانها وأشكالها فنصدقه، ونرجع بالتاريخ إلى ما قبل سنوات عندما تمت ملاحقة خبير مالي بأهمية سنان الشبيبي لأن الحزب أراد أن يضع البنك المركزي تحت وصايته. يريد منا الحزب أن ننسى أنه أصر من قبل
على أن يضع الدستور في أحد أدراج مكتبه ويغلق عليه بالمفتاح، لأن الأمر يتعلق بالهيئات المستقلة، والتي أصر السيد نوري المالكي في ذلك الوقت على أنها جزء من مكتبه الوظيفي، ضاربا عرض الحائط بالدستور الذي وضع فيه المشرعون فصلا خاصا عن هذه الهيئات، وهي كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هيئة النزاهة، البنك المركزي، ديوان الرقابة المالية، هيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف. وأضاف الكاتب: من المناسب هنا أن نبين أن اختراعات حزب الدعوة الديمقراطية لا تظهر إلا مع قرب خسارتهم بعض الكراسي التي هيمنوا عليها لأكثر من 10 سنوات، إذ يملؤون الأجواء خطابات ووعودا مليئة بأحدث تقليعات الديمقراطية. كنا نتمنى أن يصدر حزب الدعوة، وهذا التعبير للكاتب، أن يصدر حزب الدعوة هذا البيان عندما كان يستولي على كرسي رئاسة الوزراء، ويكون عادلا في توزيع مناصب الدولة بنصف الحماسة التي يدعو بها اليوم إلى رفض المحاصصة. بعد قضاء نصف محكوميته، أطلق القضاء البريطاني سراح المخادع الذي ورد للعراقي أجهزة كشف متفجرات مزيفة. وكشف صحيفة The Sun البريطانية بأن التاجر المخادع جيمس ماكروميك البالغ من العمر 64 عاما، والذي جنى ثروة تقدر ب 50 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 63 مليون دولار، في أثناء مدة قصيرة من بيعه أجهزة كشف متفجرات زائفة إلى العراق في عام 2006، والذي سجنه القضاء البريطاني على إثرها في عام 2013، قد أطلق سراحه مبكرة، مدعيا بأنه ما يملكه الآن هو آلة قص عشب فحسب بعد مصادرة أمواله. الخديعة التي مارسها جيمس ماكورميك جلبت له عقارات بعدة ملايين من الدولارات، مع يخت وفيلل في ولاية فلوريدا وقبرص. ماكورميك أطلق سراحه العام الماضي بعد قضاء نصف فترة حكمه البالغة 10 سنوات السجن، ودفعه غرامة بمقدار 5,900,000 جنيه استرليني، ما يعادل 7,500,000 دولار. وكان ماكورميك قد أودع السجن عام 2013، وجمدت الشرطة أملاكه المنقولة وغير المنقولة في إنجلترا. العراق كان السوق الأكبر لتجارة أجهزته المزيفة، حيث حقق عبر 3 سنوات مكسبا سريعا بأكثر من 38 مليون جنيه، ما يعادل 48 مليون دولار. تم استخدام هذه الأجهزة المزيفة في كل نقاط التفتيش تقريبا في بغداد والبصرة اعتبارا مع عام 2007، ولم توفر أي حماية من المفخخات والهجمات الانتحارية. الشيء الذي لا يصدق هو أن ماكورميك الذي يعيش الآن مع زوجته بولا البالغة 61 عاما من العمر، وابنته أمبر التي تبلغ 19 عاما، ما يزال يصر على أن أجهزته كانت تعمل، مشيرا إلى أنه قد يطعن بقرار إدانته. عقيد الجيش السابق ريجارد كيمب قال: كان من المفترض أن يبقى في السجن، أفعاله دنيئة، وهو مسؤول عن مقتل مدنيين عراقيين وإلحاق ضرر بسمعة بلده عبر تحقيق مكسب سريع من فعله هذا. وكان العراق قد استورد في عام 2007 في أثناء حكم رئيس الوزراء السابق نوري الملكي نحو 6,000 من أجهزة كشف متفجرات بكلفة بلغت 2 مليون دولار. اتضح بعدها أن هذه المعدات مخصصة أصلا للكشف عن كرات الجولف وليس عن المتفجرات، فقد دفعت الحكومة في حينها مبلغ 40,000 دولار لكل جهاز، والذي قدرت السلطات البريطانية بأنه لا يساوي أكثر من 16 دولارا. هل بدأت عمليات تفجير إيران من الداخل؟ هذا التساؤل للكاتب مثنى عبد الله في صحيفة القدس العربي، جاء فيه في هذا المقال:
الأهداف الجيوسياسية الثابتة لإيران هي وحدة الداخل واستمرارية النظام وترسيخ دوره بصفته قوة إقليمية معترفا بها. وانطلاقا من هذه المسلمات ارتكزت استراتيجية إيران على القتال بالأذرع الخارجية لبيان قوتها الإقليمية. بات الحديث عن هجمات سبرانية منسقة هو المسبب لما حدث مقبولا، وبالتالي أصبحت بصمات إسرائيل وربما الولايات المتحدة كشريك أو ضامن في هذا الفعل هو المتاح، خاصة أن هذين الفاعلين لهما سابقة في التعاون في قيادة هجوم سبراني ضد منشأة نطنز نفسها عام 2010، وأدى إلى تخريب المئات من أجهزة الطرد المركزي. كل هذا يشير إلى بداية مرحلة جديدة من الاستهدافات الموجهة ضد إيران، وبالتحديد ضد مشروعها النووي، خاصة أن سياسة أقصى الضغط التي تمارسها واشنطن عليها قد وصلت إلى مدياتها القصوى، مضيفا إليها أن صانع القرار في واشنطن ليس لديه أي فكرة عن تحويل المواجهة مع طهران إلى مواجهة مباشرة مهما تمادت في غيها. وهذا الاتجاه ليس وليد اليوم، بل هو موجود في استراتيجية التعامل مع النظام الإيراني منذ عام 79 و900 وألف. أما توقيت الاستهدافات فهي محسوبة أيضا من قبل كل من واشنطن وتل أبيب، فإضافة إلى الاستثمار في الصعوبات التي تواجهها طهران هنالك ظروف تخص الفاعلين الإسرائيلي والأمريكي فرضت عليها التوقيت. الولايات المتحدة أمامها منعطف كبير وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس ترامب يتعرض إلى انتكاسات كبيرة في ظل الظروف الصحية التي نزعت من يده ورقة الإنجازات الاقتصادية، وبالتالي لم يبقى أمامه سوى رفع لافتة البرنامج النووي الإيراني. ما يقلق صانع القرار في إيران الآن ليس طبيعة الرد، وإنما كيفية الحفاظ على نظرية الرعب التي بناها في غضون عقود في الداخل والخارج، والقائمة على أنه لا يقهر وأن أذرعه موجودة في كل مكان بانتظار الإشارة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تحقيق مصور أن شركات صينية تجبر المعتقلين المسلمين في إقليم تشينجيانغ على صناعة الأقنعة والملابس الواقية من أجل الوفاء بمطالب السوق العالمية. جاء في التقرير أنك لو كنت من بين الملايين حول العالم الذين يرتدون قناعا بسبب فيروس كورونا، فهذه اللقطة قد تهمك وتظهر جماعة من الإيغور يصلون إلى شركة نسيج بدأت بإنتاج الأقنعة في رد على الوباء. الإيغور هم أقلية مسلمة تعاني من اضطهاد طويل. لقد قمنا بمشاهدة مئات من لقطات الفيديو والصور والوثائق الحكومية وسجلات الشحن التي تشير لزيادة في الطلب على أقنعة الوجوه المرتبطة بالوباء، كما قمنا بتحديد عدد من الشركات الصينية التي تستخدم الإيغور لإنتاج الملابس الواقية، وقمنا بمتابعة سجلات الشحن إلى المستهلكين الذين استخدموا المنتجات في الولايات المتحدة وحول العالم. وتقول الصحيفة إن أبناء الريف الفقراء الذين وضعوا في المصنع للعمل لم يذهبوا بمحض إرادتهم، وهم جزء من الحصص التي تجعل الناس يعملون في المصنع مع أنهم لا يريدون فعل هذا، ويمكن اعتبار هذا عملا قسريا حسب القانون الدولي، ويطلب من العمال حضور اجتماعات أسبوعية لرفع العلم الصيني وقسم الولاء. وهذا النوع من التثقيف الحزبي منتشر ونراه في شركة أخرى هي شركة ميدويل ميديكال برودكنز. وتقول الصحيفة إن ترحيل العمالة هي جزء من برنامج سجن جماعية لأقليات مسلمة والتي يستهدف أبناؤها لمجرد كونهم مسلمين،
ومن الصعب معرفة ما تقوم به الحكومة لأن السكان لا يتحدثون خوفا في وقت تقول فيه بيجين إن القمع في الإقليم ضروري لمواجهة التطرف. وهناك أدلة كثيرة تؤكد أن الصين تستخدم المسلمين الإيغور في العمالة الإجبارية، إذ قامت منظمة هيومان رايتس ومنظمة الإيغور لحقوق الإنسان بجمع كثير من الأدلة البصرية ولقطات مصورة وتقارير من منصات التواصل الاجتماعي عن برامج ترحيل العمالة للعمل في مصانع النسيج. عثر بالسعودية على مواطن متوفى وهو في وضعية السجود بعد فقدانه بالصحراء منذ عدة أيام، فقد نشرت وسائل إعلام سعودية لحظة العثور على المواطن ضواحي العجالين الدوسري في صحراء تابعة لمنطقة وادي الدواسر جنوبي العاصمة الرياض. وبحسب مواقع سعودية فإن الوصول إلى الدوسري الذي فقد أثره في 16 من شهر تموز الحالي جاء بجهود من فريق جمعية غوث للبحث والإنقاذ. وتتكرر حوادث الفقدان في الصحراء في السعودية بسبب انقطاع الإرسال لطلب النجدة عندما تعلق إطارات السيارة في كثبان الرمال. تبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في أمان الله.